هجوم من نواب تيار المستقبل على وزير الطاقة جبران باسيل على خلفية ملف الكهرباء. لأمتى هلا مسؤولية عند وزير استحق بجدارة لقب وزير العتمة والظلام؟ قديش طبل وزمر الوزير للبواخر؟ وين البواخر؟ طبعا ما اجا شيء. السبب هو هذه اللا رؤية واللا مسؤولية وسوء الإدارة اللي عند هالوزير وعند هالحكومة. طبعا خليني أخذ بطل الشيء اللي عم يحصل بدير عمار، معمل دير عمار ومعمل الزهراني. الوزير لزم شركة لا عندها خبرات ولا عندها مؤهلات، لزمها صيانة المعاملين لأسباب وصفقات ما حدا بيعرفها. النتيجة الشركة بتغير قطع، ما بتحط قطع غيار أصلية، بتجيب قطع غيار غير أصلية. بقول الملف اللي عرض على مجلس الوزراء أنه 660 مليون دولار اللي رست على شركة الإسبانية أبنر غالي. هناك شركتان مستعدتان أن تبني هذا المعمل ب 500 ميجاوات أو 450 ميجاوات بكلفة تقارب ال 500 مليون دولار. طيب مين هي الشركات هيدي؟ أول شركة زيروك، من وكيلة شرب الحبيب، شريك جبران باسيل، شريكه اللي عمل حادث معه بنجيرة من سنتين. الشركة الثانية بي تي اس سيرفيسز نورينكو، من وكيلة أنطوان حداد، المنسق العام للتيار العوني في أمريكا الشمالية. هول الشركات اللي بده يجيبهم جبران باسيل وحاططهم داخل المستند قدام مجلس الوزراء من دون حياه.